اش هنقول لك؟ الهلاي الهلاي حرم شي واحد من الام ديالو، والام يعني هي شي حاجه كبيره انها تكون عندك الام حنونه صبوره اللي تشدوا عليك البيبان كاملين، تلقى على بنت تكا وعلى بنت تعاونت، وهي اللي كتحضنك رغم انك تخطا، ولو تخطا اي غلط كتحسبو لك انت ما غلطتيش، يعني كتنبهك ولكن كتبقى ديما في عينيها ديك البنت الزوينه اللي واخا دير اي غلط. ف ملي كتولد عاد كتحس بالام، كتعرف قيمه، كتعرف ان المعاناه الام الكبده شحال صعيبه، وكتعرف الخوف على بنتك. فالهلا يحرم اي واحد من الام ديالو، وكنقول لهم اللي ماتت له الله يرحمه له، واللي عنده شي بنيته ولا شي وليد الله يخليها له.